اوكي، مرحبا. معكم هون روني. بنحكي اليوم، يعني اذا انت بعدك ما اقتنعت انه هذا لازم يكون الدرس الاخير لك فليكن، بس ما بنصحك تكمل. يعني هون هسه الفتره، هل عفوا الفيديو هذا راح نحكي عن شيء يسمى ريكونسانس، او بالانجليزي أي كلمة بالإنجليزي عفوا هي معناها بالعربي الاستقصاء. هلا بالآخر الاستقصاء يعني البحث الزبالي، زبالة غيرة، يعني بتروح بتدور وبتشوف أي شيء مشان توصل للمعلومة تبعتك لتعرف وين تعرف عن الشخص اللي أنت ناوي تهجم عليه وتعمل هاكينج عليه، تعرف وين وشو معلوماته وشو خبرياته كلها. يعني حتى يمكن تدور بالورق تلبس لازبالة حتى لأنك تلاقي اللي بدك إياه من المعلومات. كمان بس إذا فت مثلا عملت اختراق وفت على شي داتابيز، كمان مش إنك تفوت وتروح تمحيها، هذا أكبر غلط. كمان بتفوت وبتقرأ شو فيها وبتخلي عشان إذا كبر تقدر ترجع له مرة تانية وتضلك تتابع لهذا الشخص اللي أنت عم تراقبه. يعني هاي واحدة من الشغلات المهمة بالهاكينج، تعمل بحث، تعمل تحليل، تعمل كل هالقصص مشان تعرف كل شيء بدك اياه عن هذا الشخص اللي بدك تعمل عليه هاك. اوكي، ممكن تضطر تبعت الشخص الشبيحة تبعونك عشان يبعمل لك الشغل. اوكي، اذا كان انت هيك بدك تساوي توصل هالمطرح. شو كمان ممكن، يعني كل شيء علاقة بالاستقصاء، بالتحري، بدك تعمل. يعني مش واقف الهاكينج بس على قصة انه يبا اخترقنا، هذا نحاول كل مرة اركز عليه، انه مش والله استعملت كمبيوتر وفوت فيه انا وصرت عم بعمل اختراق داخله. ف هذا عن الاستقصاء. هلا ادوات الاستقصاء عندنا بالاي تي كمان فيك تصنفها، مثلا تصنف على اساسها البورت سكانر، لانه عم بستقصي عم بدور على منفذ معين، تعمل اي بي سكان تشوف مين الكمبيوترات اللي مش شغاله بالشبكه الحاليه. هول كتير متوفرين وببلاش قد ما بدك. اوكي، وحتى يعني حتى فيك تستعمل الاندرويد تبعتك في كتير قد ما بدك برامج هيك، واذا بدك كمان على الايباد في، وفي كمان شو اسمه، كمان فيك انت كمان تكتب سكريبت مثلا بدي سي ال بتقدر تعملها. اوكي، بتشيك اذا رد عليك ما رد عليك البورت، بس بتفتح سوكت كل مره وبتعمل بورت سكانينج بسيطه. اوكي، مش هالشيء يعني، بس انه بورت مفتوح، ردت عليك جواب، ردت ما ردت يعني مسكره، مش مهم تعرف شو هي بالذات. اوكي، بس بكون اصلا عندك قاعده بيانات بكل بورت من البورتات المعروفه. يعني بالنسبة للبورتات المعروفة دائما بحطوها، يعني اللي هي متفق عليها عالميا تكون افتراضيا على أرقام معينة، مثلا مثل منفذ 8 رام 80 للويب سايتس، للمواقع الويب، أساس إنه الناس بتعرف كيف تفوت. يعني اللي ما بيفهم بشيء دغري بحط العنوان بضله داخل، ما بيعرف شو البورت وشو هذا. بس هلا إحنا الاي تي بنحب نحط مرات أرقام مختلفة فوق 1024 مشان نقدر نعمل الإدارة بطريقة شوي مخفية، بس مش بالضرورة تكون يعني هذه. هلا لا، يعني مش كل الناس تعرف الكمبيوتر قد ما احنا بنعرف شو، لأنها شغلتنا بالآخر. كمان شو في شغلات ممكن نحكي عنها، هذه هي بشكل عام. ويعني تشوف الملفات مش تمحي، يعني إذا عملت اختراق على سيرفر ما بتمحي، هي أكبر غلطة. هلا إذا كانت يعني عندك شيء معهم، يعني جماعة اللي أنت بدك تأذيهم، يعني الضرب الأول إنك تخلي الملفات تخليهم معك وتستفيد منه أكتر لهذا الشخص. أوكي، وتركب عليه وتضغط عليه أكتر. أوكي، فهذا كل اللي بدي أقوله بهذا الفيديو. أوكي، سلام. لا تنساش تكبس على اللايكس والتعليقات على اليوتيوب، كيف تكتبوا لنا اياها، و يعني والدعايات، بس وش تخلصوا لنا اياها.
شكرا جزيلا حبيبي.